بهوجي قومي روحي، قومي يلا تأخري على المدرسة. نعسانة يا أم دانام. دي يوم دي يلا قومي. دي قومي يلا ضبي برنامجك عشان ما تأخري. حاضر يا أم. يا أم عملي لي صندوشة شكلة. صباح الخير. صباح الخير أنسي. صباح الخير يا أنسي. استريحوا أنسي. وصلنا عند صفحة 66، عنا وظيفة وتسميع وأنا حفظانة. أسمعك أعلن. لا لا لا، بدنا نحكي شوية توجيهات كيف منستخدم الدفاية بالبيت وكيف منتجنب مخاطرها. أنا بعرف أنسي، بس قطع الكهرباء اتركت أمي بتشيل الفيش فورا وتقلنا يلا ناموا ادفوا بالحرامات. بس مع هيك لازم انتو تعرفوا انه ما لازم تقربوا على مأخذ كهرباء وتخبروا اهليكم انه لازم. ايه علينا بديع، خلصت الحصة وما كانت تخلص نصايح الأنسة. اول حفظتها. سكتي سكتي ولا بتسمعك. كتير ضروري نطفي الإنارة ومدافئ المعزوت بالغرف الصفية والإدارة لما منخلص من الدوام. يعني لازم أريح على الإدارة أطفي أضوية الصبح. بس أنا صغيرة يا الله، شلون أطفي أنا؟ ملات من المدرسة أريح على البيت بقى. وبكرة رح أحكي لكم عن مخاطر جرة الغاز، لا تتأخروا. يلا على البيت. أهلين يوم، شلون كانت المدرسة؟ ياه بتجنن، أخذنا درس عن الكهرباء، درس عن المي، وبكرة في عنا درس عن الغاز. وسمعت لك الأنسة؟ أخذتي نجمة؟ لا ماما، ما سمعت لي، كانت عم تعطينا نصايح. ياه شو استفدنا اليوم يا أمي؟ يا أبو الشنقوتشيك. لك ليش هتطفي الأضوية؟ حتى أنت عتقامر علينا؟ ليش أسراف يا أب؟ في دولة التلفزيون ما درى ينشغل كل الأضواوي مثل حفلات لحتى تشوفوا مسلسل. الوزراء ومش الشعب عم بتعبوا إنشاننا ونحنا ما عم نحس. إيش صلي قد تحضر سياسة كتير أنت وليك؟ يوم من هلأ أطالع، ما عم تطبخي وما عم تشربي قهوة كل يوم وبتشغلي فحمات الأرجيلة اللي بتخنقينا فيها؟ باختصار لازم نوقف هدر، هيك علمنا المدرسة. ايوا ما ضل غيرك، انتي ربينا. حكومة ايش عتشتغل لكان؟ انا رايحة انام، ما بقاش عم بشتغلوا. صح على خير. ضبي برنامجك عشان ما تأخري بكرة. يوم ما رح اخذ برنامجي لانه بكرة ما عنا دروس، عنا درس عن البطاقة الذكية، ما في داعي للكتب. ماما قبل ما اروح بدي اسألك سؤال. اشي؟ ليش ما بعملوا دورات ارشادات نصائح ومدري شهادات الشغلات اللي عم علمونا ياهن لهدول عم بقطعوا الكهرباء مشان ما يصير في ماسات حرايق؟ ياي يا ما ياي، بدك تروحين انتي؟ حفظت الدرس يا ام، حفظته حتى بخرج.